أيضا في ذات الملف أصدر مجلس شورى جماعة الإخوان بيانا عاجلا خلال اجتماعه الأول منذ القبض على محمود عزت مرشد الجماعة وتعيين إبراهيم منير، مؤكدين انشقاق الأخير عن مبادئ حسن البنا وتبرؤ الجماعة منه. هذا وأكد البيان أيضا الذي حصل عليه موقع العربي الحديث بأن مجلس شورى الجماعة يعلن التبرؤ من إبراهيم منير ويوضح الدور الذي سيقوم به محمود عزت من داخل السجن وامتثال أعضاء الجماعة لجميع قراراته. على كل حال المزيد أيضا من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا سيد أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن. أستاذ أحمد أرحب بك. أهلا وسهلا. كيف تبعت هذا البيان لجماعة الإخوان أستاذ أحمد؟ هو ثاني أكبر انشقاق في حياة تنظيم الإخوان منذ ولادته. ما يحدث الآن هو ثاني أكبر انشقاق، حدث انشقاق كبير أيام الرئيس عبد الناصر عندما كان الغضيب مرشدا وما شابه. اليوم هو الانشقاق الأكبر الذي أدى إلى تشرذم التنظيم. نستطيع أن نقول الآن أن تنظيم الإخوان أصبح عبارة عن مجموعات، وهو ما كان يتميز به تنظيم الإخوان عن مثيلاته من التنظيمات الأخرى. كنا رأينا في السابق كيف صارت تنظيم الجماعة الإسلامية إلى مجموعات، وكذلك تنظيم الجهاد وحتى القاعدة وحتى داعش. كان تنظيم الإخوان يمتاز بأنه تنظيم متماسك هرمي قوي شديد الطراز. الآن بهذا الإعلان في مجلس الشورى الجماعة، لماذا يعني هذا الإعلان ظهر في هذا الوقت سيد أحمد؟ يعني أنت تعلم أن عندما اختاروا إبراهيم منير كان بالفعل هناك انتقادات من داخل جماعة الإخوان الإرهابية على شخص إبراهيم منير. فكرة أن يتولى يعني أن يكون مرشد جديد للجماعة بعد ذلك يتم تبرؤ الجماعة منه، بالتأكيد هناك خلل ما حدث سيد أحمد. الإخوان الإعلان عن رفض إبراهيم منير بدأ منذ اللحظة الأولى. صحيح، منذ اللحظة الأولى خاصة بعد إعلان القبض على محمود عز، لأنه كان هو المرشد الحقيقي. كانت هناك كان هو إبراهيم منير كان يمضي البيانات الكبيرة للتنظيم، وكانت هناك حالة غضب كبيرة. مجلس شورى الإخوان بالمناسبة هم مجموعات من الشباب، مجموعات من الشباب، وهم الذين أعلنوا منذ البداية رفض تعيين إبراهيم منير. الآن إعلان رسمي وقاطع من داخل التنظيم، وهذا البيان وصل إلى قواعد الإخوان، بالمناسبة وصل إلى قواعد الإخوان، يعبر صراحة عن ما يدور داخل هذا التنظيم المتشرذم الذي أصبح كما قلت آنفا، صار مجموعات متشرذمة ومتقطعة. نعم صحيح، في الداخل وفي الخارج. هل أفلست جماعة الإخوان الإرهابية فكرة عودة الاستعانة بمحمود عزت مرة أخرى بعدما تم القبض عليه، وكما يقول البيان يعني أنه سيستمر في أخذ قراراته أو توجهاته من محمود عزت الذي هو بالفعل مقبوض عليه داخل السجون، هل تفلس جماعة الإخوان الإرهابية؟ الجماعة لم تعد تملك شيء حتى تفلس. الجماعة صارت صفرا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، رغم وجود التنظيم القوي خارج منطقة الشرق الأوسط. المنطقة هذه المنطقة هي التي تترعرع فيها وتنمو وتكبر وتحقق المعادلة لدى الدول الكبرى أو الدول الوظيفة التي تستخدمه كوظيفة. منطقة الشرق الأوسط هو محل وظيفة تنظيم الإخوان. هذا التنظيم الآن لم يعد لديه وجود في الشرق الأوسط، يتم محاربته في الكثير من البلدان، في المملكة العربية السعودية، في الخليج العربي، صحيح، في القاهرة، يتواجد في تونس الآن ويتم محاربته ومطاردة حلوله، حتى وإن كان يعلو في هرم السلطة في تونس لكنه الدور آت عليه. وكذلك في المغرب نبرة التصعيد ضده تتعالى وتتزايد في كل الدول أستاذ. نعم يكتسب، أنا أقصد في منطقة الشرق الأوسط. نعم، وهي محل وظيفته الأساسية. يعني عندما يتم توظيف الإخوان في منطقة الشرق الأوسط هو الأساس بالدرجة في وظيفته. نعم، قبل مرة بريطانيا، الولايات المتحدة أحيانا، الآن تركيا، إيران، كل هؤلاء يوظفون التنظيم داخل منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط الآن يتم مطاردة حلول التنظيم بشأن الدقة. الآن كما خرج البيان نقلا عن العربي الحديث، نعم، مجلس شورى الإخوان يعترضون ويرفضون
تعيين ابراهيم منير يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان التنظيم صار مجموعات من الحلول لا يوجد لديها تاثير حقيقي، المطارده تتم وهكذا دوليا. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف سيد احمد الخطيب مدير تحرير جريده الوطن، شكرا لك.